على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تعلن انطلاقة وتحدي هذا الشوط، شوطنا 17 الذي خصص أيضا للبكار. نسير مع مقدمة الشوط وناخذ المركز الأول. هم الأولى سالم بن علي بن سلطان بن هاجل على قيادة الشوط. المركز الثاني تتواجد فيه مشاهدينا الكرام على ذاني المراكز، هناك الواصلة لسيد ياسر بن الصغير المالكي، والمركز ايضا القادم على المركز الثالث مشاهدينا الكرام هناك تتواجد ايضا اللي هي للسيد احمد بن مبارك بن سعيد بن عامري على المركز الثالث. المركز الرابع القادمة مشاهدينا الكرام للسيد محمد بن عكو السلمي، ولكن عودتنا الى قيادة الشوط، عودتنا الى الصدارة، الى المقدمة، الى الحضور الاول، الى الاداء الجميل، الى هذا الحضور المشرف على الصدارة والمقدمة. ما شاء الله تبارك الله، الله على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه مشاهدنا الكرام. هملولة سالم بن علي بن سلطان بن هاشل بدأت تسيطر، بدأت هناك تندفع على القيادة والصدارة على المركز الأول. يوصلوا الله الله الله، باحث عن نقطة ثانية. المركز الثاني ثاني المراكز، هناك التواجد أيضا على المركز الثاني للسيد أحمد بن مبارك بن سعيد، ولكن قيادة الشوط وعلى البداية على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله، تابع وشوف الصدارة الأولى. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار سلطان بن علي بن هاشم، ولكن 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 شوف شوف اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. يا سلام ابو احمد، ينتزع المركز الاول طرف للسيد احمد بن مبارك بن سعيد بن عامر طرف، او هناك طرف 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 بالفعل طرف للسيد احمد بن مبارك بن سعيد بن عامري مدونه طرف. تهانينا والناموس للسيد احمد بن سعيد بن اذا احمد بن مبارك بن سعيد بن عامري على فوز طرف بهذا الشوط. المركز الثاني تحمل رقم 7 أملولة لسيد سالم بن علي بن سلطان بن هاشل، والمركز الثالث 14 أو مرضي عبد الله بن محمد بن طماطم. أما التوقيت 2:20، تهانينا والناموس للفائزين.